انضم الينا من القاهره احمد مصطفى مراسل غد. اذا احمد، تصريحات جديده لمختلف الاطراف المشاركه في القمه الثلاثيه، لو تجملها لنا واخر مستجدات سير هذه القمه. هذه القمة الثلاثية التي تعقد على مستوى رؤساء كل من مصر وفلسطين والأردن هي قمة تأتي في توقيت مهم للغاية، لا سيما وأنها تسبق اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. والهدف الرئيسي من هذه القمة هو تنسيق المواقف حيال القضية الفلسطينية والعمل على إعادة الزخم اللازم إلى القضية الفلسطينية من أجل التوصل إلى حل لها ينهي هذه المشكلة وهذا الصراع الموجود في الشرق الأوسط منذ سنوات طويلة وفق المقررات الأممية في هذا الصدد ووفق مبادرة السلام العربية، وهو ما أكد عليه الزعماء الثلاثة خلال قمة اليوم. القمة التي بدأت يعني منذ ساعات قليلة سبقها اجتماع ثنائي ما بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وما بين نظيره الفلسطيني، وأيضا سبقها اجتماع أيضا ما بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وما بين نظيره الأردني على هامش استقباله للعاهل الأردني في مطار القاهرة. وتم التأكيد على ضرورة التنسيق والتشاور حيال كافة المستجدات فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية من أجل العمل على حلها وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وبالتالي تم التأكيد مجددا على ضرورة أن يكون هناك إنهاء لتواجد الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 يونيو عام 1967 وفقا للمقررات الأممية في هذا الصدد. وفقا للبيان الصادر عن رئاسة الجمهورية المصرية قبل قليل، يعني شددت الأطراف الثلاثة على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بالاطلاع بدوره في إنهاء هذا الصراع والعمل على حل الدولتين، وهي النقطة الأساسية التي تحددت فيها الأطراف الثلاثة. وكان هناك اجتماع مغلق ما بين القادة الثلاثة وتلاه اجتماع موسع ما بين القادة الثلاثة وما بين أيضا الأطراف الدولية أو الوفود الدولية للدول الثلاثة التي حضرت مع الزعماء في هذه القمة. أيضا يعني من المرتقب خلال الفترة القليلة المقبلة أن يكون هناك زيارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي إلى القاهرة، بحسب ما تم توجيه الدعوة إليه من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش زيارة السيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية إلى رام الله وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الشهر الماضي. وبالتالي يعني يتم تنسيق كافة المواقف ويتم العمل على إعادة الزخم اللازم إلى القضية الفلسطينية في التوقيت الحالي قبل اجتماعات الأمم المتحدة المزمع إجراؤها وانعقادها خلال الشهر الجاري. أحمد مصطفى مراسل غد كنت معنا من القاهرة، شكرا لك.